نحن مجموعة من المحاسبين المستقلين اللي عندنا الضريبة المهنية ديالنا معترفة بها الدولة، عندنا رقم ضريبي، عندنا الحق، عندنا ريجيست كوميرس كنمارسو منذ سنوات، عندنا الخبرة، عندنا الحمد لله مكاتب ديالنا. فإذا به واحد القانون دارته الوزارة المختصة، دارت قانون لتنظيم المهنة. فهذا القانون هذا ملي جا لقينا احنا خدامين الحمد لله، يعني كنمارسو بأريحية في المكاتب ديالنا، عندنا أجراء ديالنا، عندنا الزبناء، عندنا كليون ديالنا. فإذا به هذا القانون قصى واحد المجموعة عريضة من المواطنين اللي كيمارسوا حقهم في المهنة، تقريبا قرابة 1200 محاسب اللي تقصات بين لحظة وبين عشية وضحاها، لقاو راسهم خارج اللوائح اللي اعتمدتها الوزارة. فاحنا الان في وقفه نضاليه كنطالبوا بحقنا في الاعتماد، بحالنا بحال باقي الزملاء اللي دخلوا لي ليست. يعني الحمد لله ما عندناش شي مشاكل، اللي المسائل بسيطه، كاين اللي ما التحقش بالبوابه، كاين اللي ما تقصى لان اجراءات بسيطه كتسيير، حق تسيير مع لا جيرونس تسيير، وانه يكون اسوسي جيرون ولا شي ورقه خاصه في الملف اضطروا انه يقصيه. الاسباب زعما ماشي شي حاجه اللي هذيك الاسباب يقدروا يناقشوها مع المحاسبين ويصحوا الوضعيه ديالهم ويتم الاعتماد ديالهم. لان كيف يعقل ان انسان عنده ضريبه وكيخلص الضرائب ديالو، فاذا به كتقول لي قفل المكتب ديالك، كيفاش غايدير في هذوك الزملاء ديالو، كيفاش غايدير في هذيك السنوات اللي ضحى وناضل باش 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 يرقي المهنه. فهذا هو الحق اللي كنطالبوا به، كنطالبوا الاعتماد لجميع المسجلين في الضريبه المهنيه الى غايه خروج المرسوم في الجريده الرسميه. هذا هو اللي كنطالبوا به. بالنسبه لنا حنايا جايين هنايا في هذه الوقفه، هذه الوقفه السابعه، ماشي الاولى، ماشي الثانيه، وماشي الثالثه، هذه الوقفه السابعه. كنطالبوا من هاد الناس هادو يلتفتوا لينا ويعطيونا حتى حنايا حقنا الدستوري. حنايا ديجا عندنا مكاتب وجا القانون هذا التنظيمي ولقينا كاينين، حنا ماشي عاد جينا وحضرنا من مول القانون، حنا في وسط القانون كاينين. حنا لسبب او لاخر تم الاقصاء تاع هاد الناس، علاش؟ كلهم كيتمتعوا بالصفات القانونيه اللي تاع المحاسب معتمد، علاش ما تعطاوش الاعتماد؟ عنده الكفاءه ديالته، عنده الاقدميه ديالته، عنده الشواهد ديالته. يعني علاش داكشي كل اللي كيطلب القانون معطي؟ وزايدون حنا واخدين الضريبه المهنيه من الوزاره، واخدين السجل التجاري من وزاره العدل. يعني حنا ما جيناش وانتحنا الصفه، حنايا حنا كاينين. حنا دابا كنطالبوا من هاد الناس اللي شحال من مره وحنايا كنجيو نطرقوا الابواب ديالهم لا اذن صاغيه، ما عطاوناش حتى حقنا. اللي كيقول لك الا حطيتي طلب كيحلوه معاك ويشوفوا شنو بغيتي، يستقبلوك على الاقل غير الاستقبال. حنا الاستقبال هو التالي ما مستقبليناش، علاش؟ شنو؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ واش حنا ما كينطبقش علينا حتى حنايا القانون؟ ولا كينطبق علينا القانون غير ملي كنكونوا كنأديو الواجبات الضريبيه؟ أولا ملي كيكون كآجي كيكون عندنا كليان وداك الشيء كيبغيو يديروا له محاسبه ولا مراجعه، كيقول لك ديك الساعه كيعرفني وكيجي لعندي ويقول لي جيبي فلان. ديك الساعه كيعرفني ودابا ما كيعرفنيش. علاش؟ دابا دخلت عليك بالله، بنادم أنا عندي في السن ديالي 54 عام. شنو غادي نمشي ندير؟ وأنا مهنتي هي المحاسبة، شنو ممكن غندير من بعد؟ أنا شنو غندير؟ هاد الناس اللي حالين المكاتب ديالهم عندهم التزامات، كاين اللي عنده كريديات، كاين اللي الناس الأجراء ديالو وعنده التزامات ودير كريديات على الأجرة ديالته، فين غادي يمشي؟ 17 أكتوبر 2024 وقفة أخرى للمحاسبين من مختلف ربوع المملكة اللي سمحوا في المكاتب ديالهم وجاو في وقفة احتجاجية أخرى أمام مديرية المنشآت العامة، حيث كاين مشكل انه مجموعه ديال المحاسبين تم الاقصاء ديالهم بطريقه او باخرى. جاء القانون في مارس 2021 قصى مجموعه ديال المحاسبين سواء اللي قبل 2018 سواء اللي 2019 2020 2021. الناس هنايا او المحاسبين كيشكلوا اي واحد فرد هنايا كاين كيمثل واحد المكتب اللي كيمثل مجموعه ديال الاجراء، اللي هاد الاجراء كل واحد عنده اسره. هنا كنتحدثوا على تشرد عشرات بل مئات الاسر بدون سبب. هاد الناس ما كطالبش لا زياده في الاجور، ما كطالبش بالوظيفه العموميه، كطالب انها تمنح الصفه باش لمواصله ممارسه المهنه اللي كتفهم لها. الناس راه عندهم هنايا دبلومات، عندهم شواهد عليا، عندهم خبره وتجربه ديال عشرات السنوات. عندنا الناس من 1990 كان مريض في نهار الوقت اللي جاو يحلوا اللي تحلت البوابه، جا دفع شهاده طبيه ما تقبلتش منه. حنايا كنطالبوا الناس المسؤوله على راسهم
رئيس الحكومه اللي الهدف ديال 2025 الدوره التشريعيه هي محاربه البطاله، حنايا باغيين نساهموا في اقتصاد البلاد، كنخلصوا ضرائب، كنخلصوا كاع المسائل، ادماج هاد الناس وخليهم يفتحوا المكاتب ديالهم، خليهم يواصلوا السير ديال العمل ديالهم بدون ضغوطات، حيت دابا حنا كتنتهي الفتره في غش 2025، دابا كاين ضغط كبير على هاد الناس اللي مهددين ان تكون عندهم انتحال صفه. نتمناو تدخل المسؤولين لفك هذا الملف بصفه نهائيه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.